نبدأ برسالة السائل عين عين، يقول: تراودني يا شيخ دائما بعض الوساوس الشيطانية عن الله، من أوجد الله وغير ذلك. السؤال يا فضيلة الشيخ صالح عن كيفية طرد مثل هذه الوساوس والسبل المجربة في مثل هذا، وهل يخل هذا بعقيدتي؟ وجهونا في ضوء ذلك مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا السؤال وما يعتري الإنسان من الوساوس والأفكار، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى الكلام في الله عز وجل فلتمسك، قل آمنت بالله، انتهي وقل آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه. وقال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. شكا إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يجدون من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، ذلك محض الإيمان، لأنهم ذكروا له أنهم يكرهون هذا الشيء، وأن أحدهم يود لو ألقي من شاهق ولا يتكلم بهذا. قال: الحمد لله، ذاك صريح الإيمان. نعم.